خلاص العد التنازلي بدأ لانطلاق الموسم في انجلترا، ومعاه كان لازم نرجع عشان نتكلم في اهم الخيارات اللي لازم تبص عليها في فانسي البريمير ليج للموسم الجديد. ازيكم يا شباب، واهلا بيكم في حلقة اولى من الموسم الجديد، موسم 22-23 والتحضير ما قبل فانسي البريمير ليج. دايما لما بتفتح الموقع كده بتلاقي لعيبة كتيرة، اسعار غالية، عايز تجيب هالاند وصلاح وكين وسون، وتدور على ارنولد وكانسيلو وجيمس، بتبص تلاقي الدنيا معاك باظت خالص. فاحنا جايين كده النهاردة عشان نكلمك في ابرز الخيارات في كل خط، اللعيبة اللي انت محتاج تكمل بيها تشكيلتك، اللعيبة الرخيصة، اللعيبة اللي ممكن تكون شوية بعيدة عن العين وانت محتاج تعرفها هتكون ازاي فريقك. فلو انت على فيسبوك اعمل لنا لايك وشير الحلقة مع اصحابك، لو انت على تويتر اعمل ريتويت، ولو انت على يوتيوب اعمل سبسكرايب وفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد مننا اول باول. وتعالى كده نشوف هنعمل ايه في الموسم الجديد. البداية بتكوين الفريق، هل انا هقدر في فريقي اجمع ما بين صلاح وكين وهالاند او سون مكان كين مثلا، ولا الموضوع هيبقى صعب؟ فرأيي ان الموضوع هيبقى صعب، تقدر تجمع ما بين الثلاثة ولكن ده هيأثر على تكوين فريقك بشكل عام. مش هتقدر تجيب لعيبة قوية في نص الملعب، مش هتقدر مثلا تجيب ارنولد وكانسيلو وجيمس مع بعض، او ارنولد وكانسيلو الثنائي الافضل والاقوى في خط الدفاع في البريمير ليج عموما، وجودهم الثلاثة مع بعض هيخليك تضطر تلعب بلعيبة بأسعار قليلة، لعيبة مش متوقع تجيب نقط، وبالتالي هيأثر على ستراكشر الفريق كله بشكل عام. طيب ايه الأفضل؟ الأفضل أنت تستخدم اثنين منهم وتحاول الثالث تعوضه بلعيبة تانية في فريقه. يعني مثلا لو اخترت محمد صلاح وهاري كين، ففاضل اللي عندك الناقص هالاند، هتعوض هالاند بأن أنت تجيب مثلا جواو كانسيلو مع رياض محرز، أو جواو كانسيلو مع كايل ووكر لو هو هيكمل موجود، وهنتكلم في ده بالتفصيل قدام. ولكن بشكل عام حسب ما أنت هتختار، مهم جدا ان انت تختار اثنين من الثلاثة البيج هيترز او اللعيبة البريميوم الكبيرة في خط النص والهجوم عشان تبدأ تعمل فريق متوازن. وفي النهاية هيبقى عندك لعيبة بحجم ارنولد، بحجم كانسيلو، جابريل خيسوس مثلا لاعب في ارسنال، حد تاني من تشيلسي، حد تاني من توتنهام، وبالتالي فهيبقى عندك فريق متوازن مجمع من اغلب الفرق الكبيرة لعيبة، فيبقى فريقك مقنع احسن ما يكون بتعتمد على ثلاث لعيبه بس. وارد جدا ان هم طبعا يجيبوا نقط وده الطبيعي بتاعهم طول الموسم، ولكنك هتفقد نقط اكتر من لعيب تاني حواليهم في الفرقه، وبالتالي فالاثنين افضل من الثلاثه في رايي في البدايه، وتبدا تتنقل ما بين اللعيبه البريميوم حسب ماتشات كل واحد فيهم. طيب في كل خط انا المفروض افكر في مين؟ خلينا نبدا كده بحراسه المرمى. وفي الحراسه في ثلاث حراس سعرهم 5.5 مليون، اليسون من ليفربول، إدرسون من مانشستر سيتي، وهوجو لوريس من توتنهام. طيب انا افكر في مين فيهم؟ انا في رايي في المقام الاول اليسون بيكر. ليه اليسون بيكر؟ لان اصلا اليسون عدد نقطه كويس جدا، بيطلع على كلين شيتس كبير، بيعمل تصديات، بيعمل باصات كتيره، فبالتالي هو دايما بيخش في البونص، واوقات بتلاقيه عمل اسيست، ليه لا يعني، وعمل كده قبل كده. فبالنسبه لي اليسون هو الخيار الاول، وكمان نقط اليسون مش بعيده خالص عن روبرتسون اللي هو واحد من المدافعين اللي ب 7 مليون السنه اللي فاتت، كان الفرق ما بينهم تقريبا 10 او 15 نقطه بس، وبالتالي فاليسون خيار ب 5.5 مليون اصلا كان متوقع انه يكون موجود ب 6. والخيار الثاني في ال 5.5 مليون هو ادرسون من مانشستر سيتي، برضه عدد كبير من الكلين شيتس، ولكنه تصدياته اقل من اليسون لان الفرص اللي بتيجي عليه اصلا اقل، وبالتالي فنقطه اقل شويه من الرينج اللي بيطلعه اليسون بيكر، ولكنه مهم جدا لو انت مش قادر تجيب جواو كانسيلو مثلا، او عايز تعمل دبل اب من دفاع السيتي. فبالتالي ادرسون بسعر 5.5 في رايي افضل من روبن دياز. الخيار الثالث هوجو لوريس ب 5.5 كتير بصراحه، وانا ما اروحلوش. ليه ما اروحلوش؟ لان هو اولا عنده خيارات في فرقته زيه او اقل منه، سواء بقى ايفان بريسيتش، سواء ادو هيرتي، سواء روميرو، إريك داير، وهنتكلم عن كل الكلام ده مستقبلا في المدافعين. ولكن انا بالنسبه لي اليسون ارشحه جدا، ادرسون مقبول لو انت مش قادر تجيب حد من السيتي، لوريس ابعد عنه. فئه ال 5 مليون عندنا اكتر من حارس، مندي، رامزديل، خوسيسا، وايميليانو مارتينيز. انا مش هرشح فيهم اي حد بس الا ادوارد مندي. ليه؟ لان تشيلسي حارس ب 5 مليون، جيمس وتشيلويل ب 6 مليون، فالفرق ما بينهم ومن بعض مليون، تشيلسي حتى الان تقلق منه من دفاعه، ولكن متوقع من بعد اللي بيحصل الفتره التحضيريه ان احنا نشوف له اكتر من مدافع واحد، ان ما كانش اتنين كمان في السوق في الفتره اللي جايه. مين هم؟ الله اعلم، ولكن متوقع يكون في تدعيمات دفاعيه، فبالنسبه لي كلهم وتنسي تحت النظر لحد ما نشوف هل هم هيدونا اماره ان احنا نشتري حد منهم ولا هنبعد عنهم. ولكن حارس في تشيلسي ب 5 مليون ده سعره مغري جدا بالنسبه لي. طب ليه مش رامزديل؟ ليه مش خوسيسا؟ ليه مش مارتينيز؟ لان الناس دي كلها في فرقهم هتلاقي مدافعين يا اما بنفس السعر يا اما اقل، يقدر يديك نفس النقط او نقط اعلى. المدافع او الباك فعنده اوبشن ان هو ياخد بونص اكتر
بسبب زيادة عدد الباصات، عنده اوبشن ان هو يعمل اسيست لو هو باك، عنده اوبشن ان هو يسجل لو هو مدافع بيطلع بدماغه، والاوبشنز كتيرة في الفرقة دي بنفس السعر او اقل. طيب في فئة 4.5 مليون هتلاقي 3 حراس برضو، الاول هو ديفيد راي من برينتفورد، الثاني هو ميليه من ليدز يونايتد، والثالث هو هندرسون من نوتنغهام فورست. طيب مين نروح له في دول ونبعد عن مين؟ انا هرشح في المقام الاول ديفيد رايا. ليه ديفيد رايا؟ معدل تصدياته كويس جدا، برينتفورد ما بعد اول ماتشين ماتشاتهم كويسين، في الفتره اللي بعدها تقدر تستغلهم وتطلع منه بعد كلين شيتس كويس، وبالتالي فهو الخيار الاول بالنسبه لي في الحته دي. ميليه ليدز اللي كانوا بيلبسوا جوان زي السلام عليكم السنه اللي فاتت، هم دول. ليدز يونايتد دعم دفاعه السنه دي بموسى نياكيتي، مدافع جاي من ماينز في المانيا، ومع جيسي مارش الفريق مش هيبقى بنفس التقدم الهجومي او المبالغه الكبيره اللي كانت مع مارسيلو وبيلسا، وبالتالي متوقع يبقوا اهدى شويه. ماتشاتهم كويسه كمان في بدايه الموسم. انا بصراحه اقلق شويه من ميليه، ولكن الروتيشن بتاعه مع رايا، لو انت بالناس اللي بتحب تجيب 2 حراس وتبدل ما بينهم في اول 8 اسابيع، الروتيشن ما بينهم ممتاز جدا، هيخليك تلعب ماتشات كويسه. هندرسون مع نوتنغهام فورست اثبت تالقه قبل كده مع الفرق الصعبه، بيدي عدد سيفز كبيره، ولكن مش نوتنغهام فورست صعبه، فبالتالي لو انا هسال عن ترتيب الثلاثه دول هيبقى ديفيد رايا في المقام الاول، بعد كده ميليه في المقام الثاني، واخيرا هندرسون. طيب استراتيجيه الحراس، انا اجيب انهي حارس في الثلاثه دول؟ في 3 استراتيجيات للحراس. الاولانيه هي ان انا اجيب حارس ب5.5 لو الحارس الغالي، وده ساعتها انا هجيبه يلعب ال 38 اسبوع وانا مريح دماغي، خلاص انا سايب ده تماما. او ان انا اجيب حارس ب4.5 وبديله، او اجيب 2 حراس ب4.5 ابدل بينهم. انا في العادي كنت بفضل استراتيجيه ان انا اجيب حارس ب4.5 وبديله ب4 وابدا اكمل بيه الموسم، لو ظهر حارس غيره خلال الموسم بجيبه في الوالد كارد واكمل برضه بيه. ولكن مع سعر اليسون السنه دي وادرسون وحتى مندي، الثلاثة دول يخلوا الموضوع مغري شوية ان انت تفكر في واحد فيهم، على اساس ان هو بيديك نقط قريبة شوية من نقط المدافعين البريميوم اللي انت بتفكر تجيبهم، وبالتالي انا افضل اليسون في المقام الاول السنة دي، مندي في المقام الثاني، ثم ديفيد رايا في المقام الثاني. طيب هل في حراس ب4 مليون بيلعبوا؟ لا، في واحد بس مرشح والكلام عنه كتير، ولكن للاسف الناس مخدوعة فيه، وهو جازانيجا حارس فولهام، سعره 4 مليون. الموسم اللي فات بدا اساسي في الشامبيون شيب، ولكنه بعد 11 ماتش خرج فيهم ب2 كلين شيب بس، واستقبل 13 جون، قعد على الدكه لصالح رودك اللي لعب بعد كده 33 من اصل 35 ماتش فاضلين في الدوري. وجازانيجا لعب ماتشين بس، الاول كان قدام ديربي كاونتي مع اصابه رودك وعزله مع اشتباه فيروس كورونا، والتاني كان ماتش شيفيلد يونايتد الاخير خالص في الدوري، ما لعبش معاهم خالص طوال الموسم، وبالتالي جازانيجا حارس بديل. حتى في الوديات السنه دي هو لعب ماتش واحد بس من الثلاثة، واستقبل 5 تجوان قدام بنفيكا، وبالتالي مش متوقع خالص ان هو يكون اساسي. بالنسبة لخط الدفاع، ففي اللعيبة بقى البريميوم اللي هو ارنولد، روبرتسون، جيمس، تشيلويل، كانسيلو، دول اكبر 5 مدافعين بتبص لهم في البداية. طيب ارنولد ولا روبرتسون؟ انا ما زلت عند رايي تماما كالعاده ان ارنولد هو اهم مدافع في الفانتسي، وبالنسبه لي هو لاعب وسط مش لاعب مدافع خالص. ارنولد 7.5 مليون كان متوقع اصلا ان هو يتسعر باعلى من كده، ولكن في النهايه اللعبه نزلته ب 7.5 مليون عشان يعني الدنيا تمشي بالنسبه لنا بشكل افضل، فارنولد بالنسبه لي هو الخيار الاول على روبرتسون بوضوح في ليفربول. الخيار الثاني كانسيلو، وكانسيلو مش محتاج نتكلم عن زيادته الهجوميه والدور اللي هو بيقدمه سواء في الناحيه الشمال او في الناحيه اليمين، الاسيستات واوقات كمان التسجيل، فدول اهم 2 مدافعين اصلا في اللعبه. جيمس وتشيلويل كلنا عارفين زياداتهم الهجوميه واللي بيقدموه، ولكن مستوى تشيلسي الدفاعي في الفتره الاخيره وكمان ماتشاته اللي هيبدا بيها الموسم ممكن تخلي الموضوع مش مشجع قوي، فبالنسبه لي انا هروح مع ارنولد وكانسيلو في المقام الاول، وحسب ما اظبط باقي الفرقه ابدا اشوف انا هعمل ايه في المدافع الثالث او الرابع بتاعي. انا شخصيا السنه دي شايف ان 4 مدافعين اوبشن ممكن يكون كويس جدا ويغنيك عن لعيبه كتير، لان دايما اللاعب او لاعب المدافع اللي هو ب6 مليون او ب7 مليون يقدر يديك نقط افضل من المدافع الوسط او حتى المهاجم اللي في نفس السعر ده. فبالنسبه لي الموسم ده غالبا هدخل الموسم ب4 مدافعين، لسه ما استقرتش عليهم، ولكن في اوبشنز كتيره وفي خيارات كتيره، سواء خيارات بريميوم او حتى خيارات ارخص شويه من فرق كبيره تبدا تخليك تعتمد على الاستراتيجيه دي. طب يا ضياء، ما انا ممكن اسيب الكلام ده وانزل اجيب حد زي فان دايك، زي روبن دياز، زي كوليبالي في تشيلسي مثلا اسعارهم اقل. هقول لك ممكن جدا، ولكن قله سعر الحراس في الفرقه دي السنه دي تخلي الموضوع بعيد. يعني انا لو هدفع 6.5 مليون في فان دايك، ما انا اما اطلع 7 اجيب روبرتسون، او 7.5 واجيب ارنولد، او انزل 5.5 واوفر واجيب اليسون، وفرق النقط ما بينهم مش كبير. نفس الكلام دياز اللي ب6، يا اما اطلع لكانسيلو، يا اما انزل لإيدرسون، او حتى انزل لوكر وهنتكلم عنه
دلوقتي كوليبالي 5.5، يا 5 واجيب مندي، يا 6 واجيب جيمس او تشيلول. فبالتالي المدافعين قلوب الدفاع السنه دي الا لو انت مضطر وخلاص فلوسك بايظه قوي مش هيبقى ليهم اهميه كبيره زي السنين اللي فاتت لما كان الفرق ما بينهم وبين الحراس قليل والفرق ما بينهم وبين الباكات اعلى بشويه. طيب لو رحنا لفئه ال 5.5 مليون، ودي فئه الحقيقه عليها كلام كتير قوي. اولا كوليبالي طبعا احنا اتكلمنا عنه ان هو اصلا دفاع تشيلسي مش امان حتى الان، فمش مفضل قوي ان انت تروح. طيب بريسيتش خلينا نتكلم بقى عن خط دفاع توتنهام كله عموما ايه اللي المفروض يحصل فيه. توتنهام لو بصيت عليها على اليمين هتلاقي موجود فيها دوهرتي، هتلاقي موجود ايميرسون رويال، هتلاقي كمان جه ديجيد سبينس من ميدلسبرا، وعنده لوكاس مورا جربه في الوديات في المكان ده. طب احنا هنعمل ايه في الناس دي كلها؟ اولا ايميرسون رويال غالبا خارج من الفريق، ماشي مستني عرض يعني. لوكاس مورا بيتجرب لعمق السكواد، دوهرتي في كلام ان هو هيمشي ولكن لا اتوقع ان هو هيمشي عشان قصه الهوم جرون، والكلام ما بين دوهرتي وما بين ديجيد سبينس اللي كنت اتكلم ان هو واحد من صفقات الاداره، فالموضوع مبهم في الناحيه اليمين، انت مش قادر تحسم حاجه، ولكن اتصور ان بعد 4-5 جولات ماكسيمم هيكون الموضوع ده اتحسن. في الناحيه الشمال الامور لا تقل حيره الصراحه، عندك ايفان بريسيتش الوافد الجديد واللاعب اللي الناس كلها مستنياه، عندك رايان سيسينيون كمان موجود، ودوهيرتي يقدر يلعب برده ناحيه الشمال. بريزيتش كان مصاب اصلا مع انتر ميلان ولعب الماتش الودي الاخير لمده نص ساعه وظهر بشكل مقبول لسه يعني، ولكن بريزيتش مع كبر سنه ومع المركز اللي هو بيلعب فيه ومع انه اصلا كان بيتبدل مع كونتي في وقت انتر كتير فعليه شكوك كبيره. هل يبدا ولا لا؟ انا اتصور ان هو هيبدا بشكل اساسي مع توتنهام، على الاقل ممكن ما بعد جولتين بكتير يكون مسك مكانه اساسي، ولكن عشان تبقى عارف وارد جدا انه يخرج بدري، موجود كمان الخمس تبديلات في المباراه اللي هيحسمها توتنهام بدري، متوقع تلاقي بريزيتش بيخرج بدري قبل الدقيقه 60 او لا، دي انت وحظك بصراحه، وعشان كده ده اللي يخلي الموضوع ان انت قلقان شويتين من انت تجيب بريزيتش. ولكن بريزيتش اتصور ان هو بعد ماتشين هياخد مكانه اساسي عادي، وهيبقى انت وحظك في موضوع الخروج بقى، يخرج بعد الدقيقه 60، يخرج قبلها لو انت مش محظوظ، دي كل واحد فينا وحظه. فئة ال 5 مليون اول حاجه انت بصيت لها لقيت كايل ووكر ب 5 مليون، عينك لمعت على الموضوع ده وجريت تجيبه. الحقيقه الموضوع ده هيكون مفيد جدا لو كوكوريا من برايتون ما راحش مانشستر سيتي، لو راح مانشستر سيتي هيبقى كل الموضوع اتضرب في بعضه، كوكوريا هيبقى يلعب على الشمال، ووكر بيلعب على اليمين طبعا منافسه كانسيلو، فكانسيلو اللي هيلعب، كانسيلو يقدر يلعب اوقات على الشمال يبدل كوكوريا فيروح ووكر على اليمين، فهيبقى الموضوع مربك جدا بالنسبه لنا. ولكن لو صفقه كوكوريا ما تمتش الى مانشستر سيتي فهيبقى كانسيلو ووكر واحد يمين واحد شمال، وساعتها هيبقى ووكر ب 5 مليون خيار ممتاز جدا من مانشستر سيتي، هينافسه على ناحية الشمال طبعا لانه لو هو يلعب يمين فكانسيلو شمال، فالمنافسه في الحته دي هو نسان اكي ومش متوقع قوي ان هو يلعب كتير عموما خلال الموسم. فالصفقه دي او يعني تعاقدنا احنا كلاعيبه فانتزي مع ووكر متوقف على صفقه كوكوريا. في نفس الفئه هتلاقي عندك تريبي من نيوكاسل، ماتشاته كويسه مقبوله في البدايه وهو كمان بيزيد هجومين كويس، ومن ساعه ما رجع بيقدم مستويات كويسه قبل الاصابه، يقدر يديك اسيست، يقدر يديك جون من ضربه حره او حاجه، فهو اوبشن كويس جدا بالنسبه لنا. عندنا ماتي كاش من استون فيلا، ماتشاتهم برده مقبوله في الاول وهو نهى الموسم بشكل كويس من الناحيه الهجوميه، جيرارد لسه بيجرب عشان يوصل للطريقه الامثل في خط هجومه، وبالتالي هتفرق طبعا مع انطلاقات الباكين. عندنا كمان الوافد الجديد لارسنال زينشينكو اللي هو اكيد مش رايح من دكه السيتي عشان يقعد في دكه ارسنال، فمتوقع ان هو يكون اساسي، سعره برده 5 مليون، هيلعب باك شمال مكان تيرني ولا نلاقيه لاعب وسط على الشمال، ودي هتكون واحده من سرقات الموسم، لاعب ب 5 مليون مدافع في فرقه كبيره زي ارسنال وبيلعب ثالث في نص الملعب، هيبقى مثلا توماس بارتي وقدامه اوديجارد على اليمين وزينشينكو على الشمال زي ما هو بيلعب اصلا مع منتخب اوكرانيا، فساعتها هيكون زينشينكو مفيد جدا لينا في الفانتسي. روحنا لفئه ال 4.5 هتلاقي برده فيها عدد محترم جدا من المدافعين، البدايه بلعيبه ليفرهامبتون جوني وايت نوري، اثنين الباكين ب 4.5 مليون، ماتشات ليفرهامبتون كويسه في الاول، لو انت بتفكر في حد ب 4.5 في رايي ان دول اثنين من اهم اللعيبه اللي انت لازم تبص لها. يجي بعضهم على طول لو انت مش قادر تجيب زينشينكو، فبالتالي تقدر تروح لحد زي صليبا اللي قدم فتره اعداد مميزه جدا جدا مع ارسنال، او بن وايت اللي متوقع يبدا على الباك اليمين مع اصابه تومياسو. ما بعد كده في دييجو دالو من مانشستر يونايتد، وانا عارف ان انت اول جسم مانشستر في الدفاع بتبدا تقلق شويه، ولكن مع خطه تنهاج فدالو واحد من افضل اللعيبه لمانشستر في الفتره التحضيريه لحد دلوقتي، ومتوقع ان هو يكون عنده شويه زيادات هجوميه محترمه، ففي سعر 4.5 مليون كمان مغري ان انت تجيبه. ممكن كلين شيتس ما تكونش كتيره في الاول، ماتشات مانشستر كويسه فممكن تلحق تخطف منه حاجه سواء على الناحيه الهجوميه او لو ربنا كرمك وخرج بكلين شيت.
عندنا في ليستر سيتي الثنائي كاستاني وجيمس جاستن، الاثنين سعرهم 4.5 مليون. ليستر حتى الان موقفه مبهم في الموسم، لسه ما قدرش يشتري ولا لعيب في انتظار البيع عشان يقدر يجيب حاجات تانية. ماتشته في الاول برضو مش افضل حاجة، فلو هتسألني بالنسبة لي هي لعيبة تحت النظر لحد ما نشوف ليستر هيقدم ايه. عندنا برضو كمان الثلاثي في برايتون، دانك وفيلتمان وطارق لامبدي، الثلاثة برضو تحت النظر، نشوف برايتون هيبدأ الموسم عامل ازاي. في لعيبة برضو لو انت مش قادر تجيب الغالي بتاع فرقهم تقدر تروح له، يعني مثلا لو انت مش قادر تجيب حد زي تريبي تقدر تروح لسيف بوتمان من نيوكاسل سعره 4.5. لو انت مش قادر تجيب ماتي كاش في استون فيلا تقدر تروح لمينجز سعره برضو 4.5. فئه ال 4 مليون اللي هي الناس كلها بتدور عليها عشان تكمل تشكيلتها دي، عندنا اربع اسماء، اثنين اوريدي موجودين عندنا جاهزين، وهم نيك ويليامز اللي راح من ليفربول نوتنغهام فورست وينج باك ناحيه اليمين ومتوقع انه يكون اساسي، والتاني هو باترسون في ايفرتون باك يمين برضو، ما بعد تقدم سن كل ما متوقع انه يكون اساسي السنه دي، وهو فعلا اساسي في فتره التحضير ومن المنتظر انه يكون اساسي مع ايفرتون. عندنا اثنين تانيين ولكن دول مرتبطين بانهم ينتقلوا لانديه ثانيه. الاول هو جورودون من توتنهام اللي منتظر انه يحاول يخرج من توتنهام بعد تعاقدهم مع الانجليه عشان يلعب اساسي في اي فرقه في البريمير ليج قبل كاس العالم. والتاني هو ناثانيل فيليبس اللي كان اوريدي مع بورنموث السنه اللي فاتت، رجع ليفربول معار وفي كلام انه ممكن يرجع تاني ولكن لسه الصفقه ما اتحسمتش. طيب يا ضياء، من كل المدافعين انت قلتهم دول انا هفكر في مين؟ وانت كلمتني عن ناس كتيره قوي، انا هلخص لك الموضوع بسرعه كده. في الفئه البريميوم ارنولد وكانسيلو في المقام الاول، جيمس وتشيلويل هستنى لحد ما اشوف تشيلسي هيعمل تعاقدات عامله ازاي. فئه الخمسة ونص انا هركنها كلها على جنب حتى اشعار اخر. في الخمسة مليون تريبيه بالنسبه لي تحت النظر جدا، زينشينكو مهم جدا ان انا افكر فيه، كايل ووكر لصفقه كوكوريا ما جاتش. في الاربعه ونص ديجو دالو بالنسبه لي مهم جدا في مانشستر، لو انا افكر في حد باربعه ونص جوني او ايت نوري واحد من الاثنين في ولفرهامبتون، لو انا مش هقدر اجيب زينشينكو ممكن افكر في صليبة او في بن وايت. ال 4 مليون عندنا الاثنين الاوبشنز اللي قلنا عليهم، نيكو ويليامز وباترسون. نيجي بقى لنص الملعب والحيره تبدا اكتر واكتر في اللعيبه والاسعار الغاليه والاوبشنز الكتيره وتبدا تبص. بعيدا عن محمد صلاح طبعا وبعيدا عن سون هيونج مين، خلينا ننزل بقى للفئات اللي فيها حيره اكتر من اول ال 8 مليون. فئات ال 8 مليون هتلاقي فيها كذا واحد، عندك محرز، عندك ساكا، عندك ماونت، عندك لويس دياز، عندك كولوسوفسكي وعندك جيمس ماديسون، ست لعيب. انا بالنسبه لي هستثني كولوسوفسكي من الموضوع تماما لان هو اولا مرشح انه يكون موجود على الدكه، ووارد ان هو لو لعب ممكن ايه كمان بيتخانق مع الشباب بتاعه الوينج باكس اللي اتكلمنا عنها في خط الدفاع. فكولوسوفسكي بالنسبه لي بعيد تماما عن القصه دي. ساكا انا برضو هستبعده، ولكن مش عشان هو مستوى سيء، لا، عشان في منافس اهم في خط الهجوم اسمه جابرييل خيسوس سعره 8 مليون زي ساكا، ومتوقع انه يكون المين مان في ارسنال في الموسم اللي جاي، وفي نفس الوقت في حد في ارسنال اقل برضه ب 2 مليون وهو جابرييل مارتينيلي، فساكا بالنسبه لي برضه من اللعيبه المستبعده. ميسون ماونت مع تشيلسي، تشيلسي كله عموما في حاله غير مستقره على الاطلاق دلوقتي، ما بين توخيل اللي هو بيجرب يلعب ب 4 4 2 مش ماشيه معاه، 4 2 3 1 برضه مش ماشيه، اتوقع يرجع للثلاث مدافعين، جاب كوليبالي ما عرفش يجيب كوندي، لسه ما جابش كيمبيمبي، فالوضع ضبابي في تشيلسي في الهجوم، لوكاكو مشي وجي ستيرلينج، فالوضع كله في تشيلسي بعيد بالنسبه لي في الناحيه الهجوميه بالذات، وسط كمان التركيبه الثلاثيه اللي هتتعمل اللي احنا لسه مش عارفينها. فبالنسبه لي برضو هخلي ميسون ماونت مش هستبعده، ولكنه بالنسبه لي في خانه الويت اند سي، هبص كده تشيلسي هيقدم ايه وبعد كده نبدا نتصرف. ما بعد كده عندنا لويس دياز، والحيره بتاعت ان انا مش قادر اجيب صلاح فاجيب لويس دياز. فرق الخمسه مليون مغري جدا لناس كتيره، ولكن غياب صلاح يعني غياب اوبشن مهم جدا للكابتنه، وان انت حاطط ايدك على قلبك في كل اسبوع، فلويس دياز اوبشن يبقى كويس مع صلاح مش غير صلاح. طب لو هتسالني على ليفربول بالمره مين فيهم الاوبشن الاهم ما بعد صلاح وارنولد، انا بالنسبه لي هقول اليسون رقم واحد، والمنافسه في المركز الثاني ما بين روبرتسون وما بين لويس دياز. طيب محرز وفودن هنعمل ايه في الاثنين دول؟ خروج ستيرلينج وخروج خيسوس وتجديد عقد محرز يخلوا محرز اوبشن مهم في الناحيه اليمين بالنسبه لي، سعره 8 مليون فممكن يكون هو البنط اللي انت ممكن تروح له الموسم اللي جاي في مانشستر سيتي. هل الكلام ده مؤكد؟ لا، لان هو مستواه برده في الوديات مش مبشر بدرجه كبيره، ولكنه مش مقياس، لان هو الموسم اللي فات لو انت فاكر في الوديات كان رونالدينيو، وبعد كده دخل الموسم كيرفو نزل تماما وبدا كمان يقعد على الدكه، فده مش مقياس خالص. واخر واحد فئه ال 8 مليون هو جيمس ماديسون. ماديسون مع ليستر سيتي مفيش لا دوري ابطال ولا دوري اوروبي، ماتش واحد في الاسبوع، ولكن زي ما كلمتك فهم اولا ماتشهم صعبه في البدايه،
وثانيا عندهم مشكله في حته الصفقات، لسه ما تعاقدوش مع حد. روجرز عايز لعيبه بس لازم يبيع في الاول، فموقفهم مازال ضبابي. فلو هرتب فئه ال 8 مليون دي انا هحط محرز في المقام الاول ولويس دياز في المقام الثاني. فئه ال 7 وال 7.5 مليون فيها ثلاث اسماء: سانشو من مانشستر يونايتد، كوتينيو من استون فيلا، وجاك جريليش من مانشستر سيتي. سانشو فريق كويس جدا فتره التحضير مع مانشستر، هو المين مان في الفرقه حتى اعلى من برونو فرنانديز، وهو المتحكم في مسار اللعب ومتوقع انه يقدم موسم كويس جدا. جاك جريليش مقدم فتره تحضيريه كويسه لحد دلوقتي وهو في الموسم الثاني، ومعروف ان صفقات جوارديولا في الموسم الثاني بتبدا يعني زي ما ممكن ترمي بيضها بالبلدي في المستوى، فبالتالي جريليش متوقع انه يكون افضل اكيد من الموسم اللي فات. ولكن ما تنساش ان هو اصلا ما قبل كده ما كانش لاعب اكسبلوزيف، مش لاعب اللي بينفجر يديك دبل ديجيت كل ماتشين حتى هو مع استون فيلا، ولكن متوقع ان طبعا يزيد عدد اسيستاته مع وجود الدبابه ايرلينج هالاند. فجريش واحد من اللعيبه اللي تحت النظر. كوتينيو انا ما افضلش كوتينيو قوي بصراحه، لان هو عنده تغييرات كتيره جيرارد بيجربها في خط الهجوم، لسه ما استقرش على طريقه معينه. طب مين فيهم اللي هيكون مرشح افضل للنقط؟ لسه دي كل حاجات ما استقرناش عليها في الفريق. لعب 4-4-2 و4-4-1-1 و4-3-3 كذا طريقه في الفتره التحضيريه، فلسه ما استقرناش على القصه. فات ال 6.5 وال 6 مليون فيها بقى يعني زربيح اسماء. خلينا ناخد منهم الاسماء الاهم، والاول هو ماركوس راشفورد اللي الناس كلها رايحه عليه دلوقتي ب 6.5 مليون، ارخص من سانشو وارخص من مارسيال، يعني بقدم مستوى مقبول في الوديات. لسه هو ما انفجرش، يعني هو اقل واحد في الثلاثه حتى الان، ولكن لو انت مش قادر توصل لسانشو او لمارسيال وعايز تجيب حد من مانشستر، فراشفورد اوبشن كويس، مش هيقول لا، ولكنه مش لسه الاوبشن الافضل، لسه ما انفجرش، لسه ما اداش اماره ان هو سرقه تقدر تروح تجري تجيبه في الفانسي. عندنا ما بعد كده كمان برونو جيماريش في نيوكاسل، ماتشات نيوكاسل مقبوله، هو نهى الموسم بشكل كويس، واحد من الاعمده في الفرقه فممكن تبص عليه. عندنا كمان اللاعب اللي الناس كلها يعني مش مهتمه بيه السنه دي، مش عارف ليه، هو جابرييل مارتينيلي. الناس تبص لساكا 8 مليون، ابص لخيسوس ب 8 مليون، بس اجي عند مارتينيلي لا، الناس كلها من سعره 6 مليون يعني خايفه ان هو يقعد على الدكه. طبعا هو ممكن في وقت من الاوقات تلاقيه بيستبدل وفي منافسه على مركزه، ولكنه بادئ بشكل كويس جدا في الوديات. اولا بيقدم مستوى كويس من الموسم اللي فات، كان اساسي في الموسم اللي فات عادي. فبالنسبه لي جابرييل مارتينيلي مهم قوي في الفانتسي الموسم ده، ولكن لو انت هتروح له فهو مش معوض لجابرييل خيسوس، هو اضافه على جابرييل خيسوس. عندنا كمان شويه اوبشن زي جالجر من تشيلسي، لو هو خد الفرصه فعلا بدا بشكل كويس في الوديات. لسه الموضوع برضو تشيلسي مش قوي، فمش هقول لك روح حياته، ولكنه في خانه الويتنسي اللي هو حطه تحت عينك، نبص هيقدم ايه في اللي جاي. عندنا في ليدز يونايتد هاريسون وارنسون وسينستيرا، بس خليهم في بالك الثلاثه لحد ما تشوف ليدز عامله ايه. ليه؟ ليدز بتجدد فريقها وجابت عدد من الصفقات الكبيره، خرج رافينيا، فدي فرصه ان يكون في مين مان جديد في الفرقه، حد يدور حوالي اللعب. انا متوقع ان يكون سينستيرا اللي هم لسه جايبينه جديد، ولكن خلينا نبص على ده. اللي ساعد ان ماتشات ليدز كويسه، فعندهم ماتش مقبول، ماتش ياه، ماتش صعب قدام تشيلسي في الجوله الثالثه، وبعد كده الماتشات هتبقى احسن واحسن. فلو وصلنا للجوله الثالثه واحنا عرفنا شكل الفرقه دي عامله ازاي وفيهم لعيبه تقدر تبص عليها، بعد الجوله الثالثه تقدر تروح لهم على طول عشان تبدا تلحقهم قبل ما الناس تفكر فيهم. عندنا كمان في ويست هام سعيد بن رحمه، سعره 6 مليون، مش هقول لك روح له قوي بصراحه، لان ماتشات ويست هام صعبه، واحنا كمان ما اتكلمناش عن جارب بوين فوق، لان هو 8.5 غالي شويه على ويست هام. الفريق لسه هيبقى فيه تدعيمات هجوميه اكتر، سكاماكا خلاص بيخلص من ساسولو، في كلام ان هم كمان عايزين اضافه تانية هجوميه في خط الهجوم، فلسه الموضوع تحت النظر. بالنسبه لي سعيد بن رحمه انا هستنى يعدوا ماتش السيتي على الاقل في الاول الصعب طبعا، ويمكن بعد كده ابدا ابص له. في هاري ويلسون طبعا اللي موجود في فولهام، واحد من اللعيبه اللي كانوا كويسين السنه اللي فاتت، ولكن كل لعيبه الفرق الصاعده دون اي استثناء بالنسبه لي هي هستنى لحد ما اشوفها. ليه؟ عشان اولا هم صاعدين، الفرق ما بين الشامبيونشيب والبريمير ليج طبعا كبير، مش محتاجين نعيد الكلام ده تاني. والحاجه الثانيه ان كلهم ماتشاتهم صعبه، فولهام وبورنموث ونوتنغهام فورست كلهم ماتشاتهم صعبه. فهاري ويلسون، لينجارد، بيلينج، متروفيتش، سولانكي، تايو ايوني، برينان جونسون، كل الاسماء دي كلها تحت النظر. هتقولي طب ما انت قلت نيكو ويليامز ده باش يلعب ب 4 مليون تحطه على الدكه تلعبه ماتش ولا حاجه في النص، لكن مش هو اللاعب الاساسي اللي هيكمل معاك على طول. فئات الخمسة والخمسة ونص مليون دول اللي انت هتقفل بيهم التشكيل بقى، لو انت ظبطت فرقتك وفي مكان ناقص لازم العب اساسي بس انا معيش فلوس، هم دول بقى. عندك بيدرو نيتو من ولفرهامبتون، ماتشاتهم كويسه وهو بدا الفتره التحضيريه بشكل كويس جدا بصراحه، انا كنت مقلق من هجوم ولفرهامبتون بشده يعني من اللي عملوه الموسم اللي فات، ولكن 4-3-3 بالشكل الادفانس اللي فيه بيدرو نيتو دلوقتي هو وبودنسي كمان الاثنين يمين وشمال، يخليك تقدر تفكر في واحد فيهم بصراحه للموسم الجديد مع ماتشاتهم الكويسه.
عندك معهم كمان ليون بيلي من استون فيلا، واللي مشكلته الوحيده بالنسبه له هي اصاباته. لو اتضمن ان هو يعني خلاص ما بقاش زجاجي، وجيرارد اتكلم ان هو راجع بشكل فريش اكتر، ولو انا اختار فريقي فهو اكيد هيكون في التشكيل الاساسي دلوقتي. انا بالنسبه لي ليون بيلي لو سليم ينافس اي حد ويقدر يلعب مع اي فريق عادي جدا، وهيكون موجود في تشكيلتي من الاسبوع الاول. بس مشكلته الوحيده هي اصاباته، فهستنى لحد اخر وقت في الموسم. في نفس السعر في دوسبري هال، لاعب ليستر سيتي بيقدم مستويات كويسه في الوديات، وهو لاعب كويس من السنه اللي فاتت بدا يظهر. مش هيديك اتاكينج ريتيرن كل ماتش لان هو يعني ما بيلعبش بلاي ميكر، ولكنه بيزيد كويس، بيقدم مستويات كويسه مع يعني ماتشات ليستر الصعبه، فممكن تستنى عليه شويه او تخاطر بيه بقى وانت ونصيبك. اللي ينطبق على سعيد بن رحمه ينطبق على بابلو فرنانديز برده في ويست هام، 5.5 مليون. خليه تحت عينك كده في النظر لحد ما تشوف الراجل ده هيقدم ايه بعد كده. اللعيبه الاربعه ونص اللي انت بترميها على الدكه، عندنا طبعا اندريا بيرلو فتره التحضير، بريرا اللي راح من مانشستر يونايتد لفولهام بيلعب راجل رقم 10 او جناح شمال في فولهام، فخليه معاك يلعب يقعد على الدكه تلعبه ماتش في النص ولا حاجه يمكن ينفعك. معاه عندنا كولبك وكافو الاثنين من نوتنغهام فورست برضه لعيبه للدكه وان كانوا ارتكازات اكتر، فبالنسبه لي اندريس بريرا هو الخيار الافضل في فئه الاربعه ونص. ملخص الكلام ده ايه؟ برضه زي ما قلنا في خط الدفاع محرز ولويس دياس في 8 مليون، سانشو وجريليش في 7 مليون، راشفورد ومارتينيلي في 6 مليون، ويجي بعدهم من بعيد شويه برونو جيماريش، وفي الخمسة ونص خلي الأربعة زي ما قلتهم تحت عينك، وأخيرا أندرياس بيرير. في خط الهجوم هيجي الصراع الأزلي ما بين كين وهالاند، أجيب مين في الاتنين دول؟ وأجيب ده ولا راح أجيب سون؟ أنا بالنسبة لي ما بين كين وسون أنا السنة دي هفضل كين، أرخص بنص مليون، أرقامه كلها من ساعة ما كنت جه هو الأعلى. الموسم ده متوقع أنه يكون موسمه مع وجود كمان ريتشارلسون وسون، ممكن يبقوا الاثنين تحت المهاجم اللي جوه وهو كمهاجم وحيد، وسايب الاثنين وينج باكس طايرين اللي هيلعبوا اوفرات غالبا هيستقبلها برده هاري كين. فبالنسبه لي ما بين كين وسون انا هروح لهاري كين. كين وهالاند، ليه هروح لكين انا بالنسبه لي؟ لان كين مفيش حد يعوضه في توتنهام، يعني ما اقدرش اعوض كين بريتشارلسون مثلا، لان انا مش ضامن اصلا ان تشارلسون يلعب على طول ولا لا، ومش دايما هيبقى بنفس القوه الهجوميه الغاشمه اللي هو ممكن ينفجر في اي اسبوع، فمعوض كين اصلا مش موجود. هالاند تقدر يعني تبقى حواليه تحوطه كده من كذا اتجاه، تقدر تجيب محرز، تفكر في جريليش، تجيب كانسيلو، لو ووكر قاعد موجود تقدر تجيبه، تقدر تحوطه شويه. طبعا ممكن ما يبقاش بنفس التاثير ويجيب عدد اجوان كبيره مش من ناحيه الناس اللي انت اشتريتها، ولكن ممكن تقدر تحوطه بشويه. في وقت من الاوقات ممكن نضطر نجيب الثلاثه كين وهالاند وصلاح عادي جدا، بس في البدايه على الاقل انا هبدا بهاري كين وهستنى شويه على هالاند واحاول اكفر مانشستر سيتي بلعيبه تاني. ننزل بقى شويه كده، في رايي ان اهم لاعب في الفئه اللي بعد كده هو جابريل خيسوس، مهاجم جاي من فرقه كان بيقعد فيها على الدكه، رايح لفرقه محتاجه مهاجم جدا مميز في اسلوب الضغط، بيجيب عدد اجوان كبيره. فبالنسبه لي جابريل خيسوس هو لاعب الثالث اللي انا حطيته في فريقي ما بعد هاري كين ومحمد صلاح من غير اي تردد. في فئه اعلى منه شويه بس انا مش هروح لحد فيها بصراحه. الاثنين الاولين، الاول هو فاردي، وانا طبعا بعشق جيمي فاردي، ولكن مع شكل ليستر وتقدم عمره 9.5 مليون برضه خلينا استنى عليه شويه. فاردي بيبدا الموسم دايما كويس، فلو انت من هواه الريسك ومش عايز تجيب خيسوس ومعاك فلوس روح لجيمي فاردي دايما على طول. طب داروين نونيز، ليه مش داروين نونيز؟ عشان انا عندي في ليفربول ببساطه خمس خيارات، الخمسه مضمونين اكتر من نونيز في النقط: ارنولد، روبرتسون، أليسون، لويس دياز، محمد صلاح. الخمسة دول عندي مضمونين أكتر ويقدروا يجيبوا نقط أكتر، فليه أسيبهم وروح أجيب لاعب أغلى من الأربعة من خمسة دول عشان هو جاي جديد وبيلعب مهاجم؟ ما استنى عليه أشوف، يمكن هو اللاعب اللي بيقلش في الأول ده زي ما بيقلش، أو هو اللاعب اللي يجيب أربعة جوان في لايبزيج، ده مو هو وده هو في نفس الوقت. فبالنسبة لي مروحش على حد زي ده إلا لما استنى على الأربع دول، أو إن هو يبدأ يقدم لنا مستوى قريب من اللعيبة دي، مش هقولك يجيبهم أو يتخطاهم، على الأقل يكون قريب منهم. فنونيز بالنسبة لي خارج الحسابات حتى إشعار آخر. هتقولي طب هافرتس أعمل فيه إيه؟ هافرتس ينطبق عليه نفس اللي ينطبق على ماونت وبدرجة أقل طبعاً جالجر، فهافرتس مع ماونت خليهم على جنب كده وتنسي. الفئة اللي تحت كده هتلاقي فيها ويلسون، ويلسون دايما اعتاد ان هو يبدا الموسم بشكل قوي، دايما في اول اربع جولات ويلسون بيجيب عدد نقط محترم، فويلسون لو انت عايز تبقى مختلف في حاجه من الحاجات في الفرقه روح لكالوم ويلسون طبعا. ايفان توني 7 مليون، ما بعد اول ماتشين عنده سلسله ماتشات كويسه تخليك مجبر دايما ان انت تفكر فيه، فنش الموسم كويس والفرقه يعني طبعا الخوف من متلازمه الموسم الثاني في البريمير ليج اكيد موجوده، ولكنه واحد من اهم العناصر في فريق برينتفورد اللي عنده ماتشات كويسه تبدا تحاول تستغله. طب انتوني مارسيال، مارسيال طبعا مولعها في الفتره التحضيريه،
ورونالدو غايب والمفروض ان هو لسه هيرجع مانشستر ويبداوا يتناقش حوالين مستقبله. صحف انجلترا بتتكلم ان كده كده مارسيال هيبدا الموسم حتى لو رونالدو رجع التمرين. مارسيال مشكلته ان هو مش ثابت، مستواه دايما مش ثابت، شويه فوق وشويه تحت. عايز تراهن عليه راهن، لو انت مش قادر تدفع نص مليون زياده عشان تجيب جيدون سانشو فخليك مع مارسيال ماشي وشوف هيقدم ايه، ولكن في النهايه خليك متاكد ان مارسيال مستواه مش ثابت، وثانيا لو رونالدو ما مشيش فاكيد رونالدو هياخد من وقته. في نفس الفئه هتلاقي اولي واتكنز. اولي واتكنز ينطبق عليه ما ينطبق على كوتينيو. انا مستني اشوف جيرارد هيقدم ايه في الفتره التحضيريه والناتج النهائي بتاعه هيكون ايه. واتكنز ممكن يلعب جناح، ممكن يلعب مهاجم. واتكنز بيضيع فرص كتير قوي. واتكنز وانجز لما لعبوا الاثنين مع بعض ما كانوش الدنيا متظبطه قوي، بالذات في الفتره التحضيريه الماتش الاخير بتاع مانشستر، فلسه الدنيا مش مستقره في استون فيلا بالذات في الناحيه الهجوميه. فانا بالنسبه لي هستنى على واتكنز شويه لحد ما اشوف ايه اللي هيحصل. طيب لو انا مش قادر اجيب ايفان توني ممكن انزل لبريان امبيومو، برضه نازل مهاجم وب 6 مليون مقدم مستويات كانت افضل حتى من ايفان توني في وقت من الاوقات في نهايه الموسم، فواحد من اللعيبه اللي بدماغي. طب هتروح لايوان ويسا اللي نهى الموسم كويس وسعره 5.5 مليون لاعب وسط، ما رشحوش قوي لان هو عنده اولا منافسه مع كين لويس بوتر اللي لسه جاي جديد من هال سيتي ب 20 مليون باوند، وده رقم كبير طبعا. مع برينتفورد هيبقى في منافسه ما بينهم تحت العين. كده كده اول ماتشين لبرينتفورد صعبين، فهنستنى ونتابع ونبدا منهم نستقر على اللاعب اللي احنا عايزينه ونبنط عليه بعد كده. في نفس فئه الهجوم هتلاقي مهاجمين الفرق الصاعده اللي قلت لك احنا هنستنى عليهم. متروفيتش خازوق كل موسم لما بيصعد للبريمير ليج، خليك اوعى تروح له دلوقتي استنى عليه. تايو ايوني وبرينان جونسون الاثنين من نوتنجهام فورست. برينان جونسون انا براهن عليه جدا لما يبداوا يتعودوا على اجواء الدوري، لان نوتنجهام فورست اصلا جايب عدد صفقات كبير جدا من بعد اللعيبه اللي مشيت السنه اللي فاتت، فمتوقع ان هم ياخدوا لهم شويه وقت قبل ما يبداوا ينسجموا في الدوري. فالاثنين دول تحت النظر، وطبعا سولانكي نفس الكلام ينطبق عليهم، كلهم خليهم تحت عينك لقدام. فئه ال 5.5 مليون فيها كام اسم كده. الاول هو جينكيس اونداف لاعب برايتون اللي كان معارض السنه اللي فاتت في بلجيكا ورجع قدم مستوى مميز في بلجيكا وبقى موجود في الوديات. في كلام ان موباي ممكن يخرج يروح الدوري الفرنسي، وبالتالي ممكن اونداف يكون اوبشن كويس جدا بالنسبه لنا ب 5.5 مليون. برايتون بيصنع على فرص كبيره جدا ودايما بتضيع طبعا زي ما احنا عارفين. وفي نفس الفئه عندنا ادوارد من كريستال بالاس لو قدر يمسك مكانه اساسي، ولكن خليه تحت النظر. طبعا كريستال بالاس بيبدل كتير ما بين ادوارد وما بين ماتيتا وما بين بنتيكي، حتى في نص الملعب ما بين اوليسيه وما بين ايز. المهاجم او الشخص الابرز في الفرقه هو ويلفريد زها طبعا، والباقي كله بيبدل حواليه. واخيرا ارماندو برويا لاعب تشيلسي لو خرج معار السنه دي لفريق تاني او خرج حتى متباع لفرقه في البريمير ليج كمرشح لوستام، ولكن وستام خلص اسكاماكا خلاص فما بقاش متاح ان هم يجيبوه. لو راح فريق تاني ممكن ساعتها تبص عليه. ده كده كان ابرز الخيارات في كل الخطوط اللي انت ممكن تفكر فيها وتبص عليها. سيب لي في الكومنتس اسئلتك، انت شايف مين اللعيبه اللي انت محتار فيها، المقارنات اللي انت حابب تتكلم عنها ونرد عليها مع بعض في الكومنتس. حاول دايما في فرقتك تحط تركيزه في كل خط قبل ما تفكر تكمل الفرقه، ما تبقاش تكون خط خط تلاقي نفسك جيت على اخر الفرقه بايظه منك خالص. انا بالنسبه لي حطيت مثلا الركاز بتاعتي ارنولد وكانسيلو في الدفاع، صلاح في نص الملعب، كين وخيسوس في الهجوم. دول الركائز الاساسيه بتاعتي. عندي بقى 6 لعيبه تانيين مع البدلة ابدا ادور فيهم عشان اطلع افضل خيارات ممكنه، وفيلا هتبقى كويسه. لو انت عملت فرقتك بثلاثة بريميوم هتلاقي الموضوع اصعب، باثنين بس بريميوم هتلاقي عندك فليكسابيليتي ان انت تطلع عدد لعيبه كويس. في النهايه ما تنساش لو الحلقه عجبتك تعمل لايك في كل مكان، سبسكرايب لو انت على يوتيوب، شير على فيسبوك وريتويت على تويتر، ونتقابل قريب باذن الله مع حلقه الاسبوع الاول. وسلام.